السلام الحبايب ديالي، كدايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وليداتكم وصحتكم تكونوا مزيانين، والعائله ديالكم وكي دوزتوا هذا الصيف وكي جاكم هذا الصيف ديال هذا العام، واللي مشى للمغرب الله يردوا على خير، واللي ما مشاش العقبه العام الجاي الله يسهل على كل واحد. الحبايب ديالي ثم مزيانين، انا اليوم جيت نطلع لكم نعاود لكم. يلا خرجت من الخدمه، كنوض انا الصباح تمشي لخدمتي، تنخدم تنسالي تمشي لدويرتي، كنقضي عاوتاني الشغل في دويرتي، وإلا كان شي شغل في الزنقه كنمشي نقضيه، والحياه هي هذه. ودرت هذا اليوتيوب حتى هويا، كنشوف واش هاد القناه ديالي تطلع ليا، علاش لا؟ اليوتيوب زوين، واللي يقدر شي يدير اليوتيوب، زعما اليوتيوب في الحقيقه راه زوين الصراحه الصراحه الصراحه، اليوتيوب زوين. ايوا الحبايب ديالي، اليوم جيت نطلع لكم هنا ونجمع معكم شويه ونهضر معكم. ويلا مازال ما يلا خرجت من الخدمه، قلت اربع بعدا نطلع على الحبايب ديالي ويشوفوني نعاود ليهم، ونبقى شويه بشويه كنعاود لكم على حياتي. انا واحد الانسانه امراه عادية مكافحة، كنخدم على راسي، جيت لأوروبا مدة طويلة والحمد لله كنخدم، والله يعاون الله يعاون كل واحد، وحنا غاديين في المسيرة ديالنا حتى النهار اللي صافي ما نبقاوش في هذه الدنيا. والدنيا زوينة والحياة زوينة، والحياة زوينة بكل شيء ديالها، يعني كندوزو كل شيء في الحياة، المشاكل الضحك التفواج الخدمة، بنادم كيعيا بنادم كيمرض، واللي جات احنا غاديين معاها، اللي جات احنا غاديين معاها، هذه هي الدنيا ما عندنا ما نديرو، اللي عطى الله في السوق هو هذا. ايوا الحبايب ديالي، قلت نبقى ندير هكا الفيديوهات، مرة ندير نبين لكم الطبيعة، مرة نهضر معاكم باش نولف معاكم ونولف نشوف الكاميرا ونهضر شوية بشوية. قال لك واحد المثال، نقطة بنقطة كيحمل الواد، قالوها الحكام الجواد. أي الحبيبة، هادشي اللي علمونا جدودنا الله يرحمهم ويوسع عليهم ودخل عليهم الرحمة، وكنرحم كاع المسلمين وكاع اللي ميت الله يرحمه ويدخل عليه الرحمة، ونتمنى ليهم الخير والتيسير يا ربي اللي باقيين عايشين، والله يلاقينا مع الحباب ديالنا. وهذه هي الغربه، الغربه زوينه وخايبه، الغربه زوينه كل شيء كتوصلي ليه، اللي كيسهل عليه ربي بالخدمه، واللي تيخدم واللي تيكون باغي يوصل لشي حوايج خصو ما يطيحش، خصو ديما يقول غدا احسن من اليوم باش يزيد يتقوى، باش يدير باش يعطي القوه. الانسان خصو يصبر، واخا الخدمه فيها تماره، والانسان كل واحد شنو تيخدم، كاين اللي عنده الخدمه مرتاح، كاين اللي عنده الخدمه شويه تعبانه يعني فيها تماره، ولكن الحمد لله الخدمه عباده، اللي تيخدم ربي تيزيد يعاونو تيزيد يوفقو كيزيد يعطيه القوه. اه الحبايب ديالي، هذه هي الدنيا، وحنا غاديين معاها وهي غاده معانا، وشوفوا شنو داز علينا، كورونا داز بزاف د الحوايج وما كنعرفوا شنو جاي، واللي جا من عند الله مرحبا به، ما يجيكش من عند العبد، ملي كتجيك شي حاجه من عند العبد كتجيك شويه قاصحه، واللي دار شي حاجه دارها مع الله تعالى وتبارك. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. ما عرفتش هذا الفيديو شنو غنحط العنوان ديالو. ايوا خوتي، كنحكي لكم على الحياه ديالي وعلى الامور ديالي، كيفاش كندوز نهاري، نهاري كيدوز هكا، ملي كنسالي من الخدمه ضروري 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 كنمشي، ضروري ملي كنسالي بكري ضروري في العشيه كنقضي بزاف ديال الشغالات، والدار الحبايب راه ديما فيها الشغل، ملي كنمشي للدار كندير الماكينه الصابون، ندخل الكوزينه نعجن، انا تنعجن تنعجن مره مره، يعني ملي كيكون عندي الوقت، ملي كيكون عندي الوقت كيعجبني الخبيز ديال الدار، وكيعجبني ندير الرغيفات، كتعجبني الحرشه.
ايوا بحال بحالكم نتوما، بحال حنا بحال المغربيات بعدا، واخا كيبخوا بلادهم تنخليو التقاليد ديال بلادنا، كنخليو التقاليد ديال بلادنا. كلشي. انا راه بعد المرات الا ما مشيتش فينا المغرب في ايام الزيتون، والله العظيم الا تنمشي نجيب الزيتون وندق ونصوب وبكاش كيجيني على يدي، علاش ملي كنشري ديك الزيتون من الحوانت كيكون فيه ديك الصودا. بوانو ما كي انا ما تعجبنيش، علاش انا جبليه، انا جبليه، قال لك انا العائله ديال الجبل الحبايب ديالي، جيبوا لي زين الجبل جيبوه بالغيطه والطبل. الله يعز جباله ويعز المغرب، وتحيا ولاد بلادي جباله. وخساره الحبايب عندنا واحد المهرجان في البلاد واعر، عندنا واحد المهرجان واعر، ولكن الصيف ما يكتابش. صباح غنمشي ندير لكم فيديوهات تما، نوريكم المهرجان ديال بلادنا ونشارك معكم كل شيء، ولكن ما كتابش. عندي الخدمه، الخدمه الحبايب ديالي، انا في البرد كتكون عندي الخدمه شويه يعني مرتاحه، اما الصيف والو، صافي ما يمكنش نسافر وما يمكنش نخوي داري، علاش كتكون الخدمه عندي شويه مزيره، وضروري خصني نكون انا، ضروري خصني نكون، ضروري انا مكلفه بكل شيء، يعني خصني نشوف نمشي لهنا ونمشي لهنا، ونشوف هاد البلاصه ونشوف هاد الخدمه ونشوف الاخرى. ايوا هي غاديه، وهي غاديه، غادي بينا، غادي بينا، ايه الترن غادي بينا، الترن كيبقى غادي هو تيحبس في المحطات، هكاك حنا مع الخدمه ديالنا. ايوا والله يجيب التيسر لكل واحد، وتنسلم عليكم وتنبوسكم وتنعنككم، ودخلوا عندي الله يخلف عليكم ويكثر خيركم، وكتبوا لي ديك التعاليق ديالكم الزوينه، اي حاجه بغيتوا تسولوني عليها سولوني عليها، اي حاجه انا معاكم، انا راه صريحه 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 صريحه، والحاجه ملي كضرني في خاطري راه ما كنخليهاش، الحاجه اللي ضرتني في خاطري تنخرجها. انا عندي صحباتي المقربين ليا كلهم تيعرفوا في هاد القضيه هادي، انا الا ضرتني شي حاجه من شي واحد تنمشي عندو كنقول له انا ديك الحاجه ضرتني، ولا تعديت على شي حد وعرفت راسي انا ظلمت تنطلب السماحه، تنقول لهم سمحوا لي انا ديك الحاجه رانا غلطت فيها، الا كنت غالطه وربي شاهد عليا، ربي هو اللي كيشهد على عبده، وهكا خاصها تكون الدنيا. الانسان الا كان غلط يعترف بالغلط ديالو، كان مظلوم كيسلم امر الله. وانا تظلمت اخوتي بزاف في الحياه ديالي، هذه قصه وحده اخرى دابا نعاودها لكم، تظلمت اخوتي، تظلمت بزاف بزاف، ماشي شويه، تظلمت بزاف. وواحد القضيه سبحان الله العظيم عندي بتجربه، انا كنهضر على راسي، وبزاف الناس كنسمعهم تنفهمهم وتنقول لهم بصح عندهم الحق، كاينه هالقضيه. انا تظلمت بزاف في الحياه ديالي، ظلموني بزاف بزاف د الناس مقربين ليا، انا ظلموني بزاف د الناس مقربين، اقرب الناس ليا ظلموني بزاف في صغري وفي كبري، ولكن الله يسمح علينا وعليهم، ربي هو اللي كينفق منا، ما نقول لهم حتى شي حاجه، وهما تعارفوا راسهم راهم ظلموني. وشكون اللي كيظلمك؟ كيظلمك خيرك وكيظلمك المعامله ديالك، وانا كنتعامل مزيان وكنقول علاش انا درت زوين وديك الزوين كيرجع ليا بالعكس، لقاش ما نقولش بالخايب، لقاش ما نقولش بالخايب، لقاش ربي مقايدو عليا، تيرجع ليا ديك الزوين ديالي وديك الظرافه ديالي كترجع لي العكس اللي كندير انا زوين. وانا مأكده من راسي وعارفه راسي باني اقرب الناس ليا اللي درتو معاهم انا ما داروا معاهم حتى شي واحد، اللي ولدوهم ما داروش معاهم اللي درت معاهم انا، ولكن ربي كبير وشنو عطي، الحمد لله ربي عطيني صحيحه، ربي مقويني،
ربي كيعاونني فيما حطيت يدي، الحمد لله ربي كييسر وحمدنا الله وشكرناه، وهذه هي الدنيا وحنا غاديين. اش غندير دابا؟ انا جيت اليوم نحقوي عليكم قلبي، نعاود لكم، مازال عمق نعاود لكم بزاف، مازال شويه بشويه شويه بشويه انا غاده معاكم. نتوما هما عائلتي، نتوما هما حبابي، نتوما هما خوتي، نتوما هما كلشي عندي فيكم. علاش كنلقى تعاليق زوينه غير في تيك توك؟ تبارك الله عندي المتابعين ديالي الله يخليهم ليا غزالين، تبارك الله التعاليق كيفاش كيفرحوني. تندخل نقرا ديك التعاليق تنقول شوف شوف ناس كيشوفوك غير في تيك توك كيفاش كيخليو لك ديك الضحيكه وديك الكتابه وديك تبارك الله عليك وديك القلب الكبير والقلب ابيض، ومغسالك الناس اقرب الناس ليك ظلموك بزاف. ايه واش غنقول لهم؟ الله يهديهم على راسهم، الله يهديهم على راسهم. انا واخا عارف ديك الانسانه وديك الانسان راهم كيظلم، راه عارفاهم ظلموني، ولكن ما كنتسوقش صافي، كندير راسي بحال اللي ما كاين والو، وانا كلشي عندي في راسي وكلشي عندي هزاه، ولكن كنقول صافي الدنيا هي هادي. فين هما الاولين؟ ما بقى حتى شي واحد، مشاو مساكن عند الله تعالى وتبارك. بصح حنا غنمشيو، بصح حنا غاديين شادين على الصف، شادين على الصف بحال الدراري ملي كيكونوا داخلين مدرسه. ديك الوليدات اللي كتكونوا في التحضيري ويكونوا في الثاني والثالث كيكونوا شادين الصف داخلين المدرسه، وهكاك حنا هكاك حنا شادين الصف. والله يهدينا ويهدي كل واحد، والانسان اللي في قلبه الغيره وفي قلبه داكشي داخل الله يهديه على راسه. الانسان خصو يكون تفرح لعائلته، كيفرح لصحابه، كيفرح لجيرانه، ماشي انت تضحكي ليا في وجهي والحبيبه والعزيزه وانت ربي اللي عالم بيك من جهتي. ها هي الحبايب ديالي وكل شيء كيوصل. دابا المشكل دابا المشكل اللي ولا في التواصل الاجتماعي، ماشي الانسان كيجي يعاود لك، ماشي الانسان كيجي يعاود لك ورا تيجيب لك الدليل بالصوت ديال ديك الانسان اللي ما حملكش، هو كيعنقك ويبوسك، تيجيب لك الدليل باش تسجيل. دابا هاد التواصل الاجتماعي سبحان الله العظيم، والله العظيم الدليل احسن شهود وما هو التسجيل. الانسان ملي كتسجليه كيهضر فيك وتيقول فيك شي حوايج اللي ما هماش فيك، كتبقى عاد تشوف. وانا رقاء اقرب وحده ليا، اقرب وحده ليا تشوفني والحبيبه بلا ما نسميها بلا ما نقول شكون هي، انت نبغي وكوب مالك ما كتجيشي عندي ومالك طريملت، واش جلوها كتهضر فيا وكتهضر في عائلتي. كتهضر فيا وكتهضر في خويا، ولكن خليت ليها الله هذيك عمرها ما تحلى ليا. وشي حوايج اللي ما يتقالوش ما نقدرش انا نقولهم، والله ما نقدر نقولهم. واقرب وحده ليا وماشي بقى صغيره، راه كبيره، وهي لا شافت ولادها ولا هي لا شافوا هذا الفيديو راه عاد عرف راسها عليها. كيما كيهمنيش، هانيه الدنيا هانيه، انا مهاوره وطلقاها، انا طلقاها تسرح والله الا ديما فرحانه، خدامه كان فرحانه. كيكون عندي المشاكل وصافي كنقول صافي المشاكل دازو حيد عليا، ما علاش غنبقى انا كنساهم. لكن الاسم اللي كيجرحك كيكون اقرب ليك، اقرب ليك كيجرحك، تيطول ديك الجرح، كتولي اش غنقول لكم، كيولي ديك الجرح فيما كتفكر ديك الانسان كتفكر ديك الجرح اللي جرحك به. ومازال قصص اخرين غنعاودها لكم، قصات اللي تبكيو فيهم جراو لي انا. عاود لكم كيفاش ماتت الوالده وشحال خلات عندنا وكيفاش انا كملت المسيره ديالي بلا امي. ونعاود للحبايب لاقاش انا مهما دخلت من هاد التواصل الاجتماعي، مهما دخلت نعاود لكم على كلشي، دخلت نرتاح معاكم. انا ملي كنبقى نهضر ونبقى نعاود
كنرتاح نفسانيا كنرتاح. وقبلوا عليا خوتي وقبلوا لي على الفيديو ديالي وشجعوني. الله يجعل ربي يخليكم صحيحتكم ويعطيكم شي خير ويعطيكم الجنة ويسهل عليكم وعلينا يا ربي. وكنتمنى لكم الخير والتيسير والرزاق. ايوا هذه هي فاطمة، هذه هي ام شيماء، هذه هي ام شيماء. وتحية للمشاهدين ديالي وتحية كاع القنوات اللي كنبغيهم وعزازين عليا على قلبي كنتفرج فيهم ديال العائلة ديال كمال ورقية الدرويشة وأحلم في إسبانيا. بزاف 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 ما خصنيش نجبد الأسماء علاقاش بزاف كيعجبوني بزاف. وهذوك القنوات اللي الله يهديهم غنقول لهم الله يهديكم حتى نتوما الله يسهل عليكم، حتى نتوما الله يسهل عليكم ويسهل على كل واحد وكل واحد بالشخصيه ديالو. انا كيعجبوني هاد القنوات وكيعجبوني العيالات اللي كيوقفوا وتيبغيو يحققوا الاحلام ديالهم وكيوصلوا وتيوصلوا الاحلام ديالهم. الله يسهل عليهم ويسهل على كل واحد. واليوتيوب راه حل بزاف ديال المشاكل ديال الناس، حل بزاف ديال الظروف. ظروف بزاف الناس كانوا عندهم ظروف، ظروف مساكن ما كانوش كيصيبوا كيفاش يديروا، ولكن ربي جاب الله هذا اليوتيوب، الناس ترزقت به الله. الله يسهل عليهم ويسهل عليا. وشكرا لكم، ما تنساوش دير لنا ابوني، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتبركوا على الجرس. وكنبوسكم وكنعنقكم وشكرا لكم. وانا معكم بالفيديو واحد اخر ان شاء الله قبلوا لي على هذا الفيديو. يلا السلام عليكم، كنبوسكم الحبايب.